السلام عليكم ورحمة الله. الآثار هوية الشعوب وعنوانها بين الأمم، وهي أهم الأدلة المادية على عرقتها الحضارية. اليمن مهد لأعرق الحضارات الإنسانية القديمة، سباء وقتبان وحضرموت ومعين وحمير وأوسان، وهي أرض قحطان أبو العرب الأول. أسوأ انتهاك قد يحدث لتاريخ الشعوب هو استهداف آثارها وجعله عرضة للسطو والطمس والتشويه، وكذا تسريبها إلى خارج السياق الجغرافي الأصيل. في متاحف لندن لوحدها 60,000 مخطوطة يمنية، وأضعافها موجودة في عواصم عربية وإسلامية. تعرضت 9 من أكبر المتاحف الوطنية للسطو والسرقة، بعضها تم نهب كل ما فيه. لصوص التاريخ أمنوا العقوبة القانونية والأمنية فأوغلوا في أعمال النهب والتهريب. ضاعف من ذلك حالة الفلتان الأمني في ظل الانقلاب وعجز الحكومة الشرعية عن القيام بواجبها المنوط تجاه هذا التراث الإنساني العظيم. وساهم الفساد المستشري في رفع وتيرة نزيف الآثار اليمنية إلى الخارج، وما من مهتم ولا رقيب ولا محاسب. حلقة اليوم نخصصها لمناقشة مشكلة تهريب الآثار والاتجار بها، والحديث عن كيف يمكن حمايتها وصيانتها. في البداية اسمحوا أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من عدن وكيل وزارة الثقافة للتراث المادي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، وكذلك من دمار سيكون معنا رئيس قسم الآثار بجامعة دمار الدكتور خلدون نعمان، وسيكون معنا من صنعاء الكاتب الروائي المهتم بالآثار وليد دماج. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نبدأ هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع وكيل وزاره الثقافه الاستاذ عبد الهادي العزعزي عبر السكايب من عدن. مساء الخير استاذ عبد الهادي. يا مساء النور اخي، ومرحبا بك وبضيوفك الكرام. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الهادي. البدايه، كيف تتابع تهريب الاثار في اليمن وعدم وجود الرقابه الكافيه التي تحافظ على هذا الارث التاريخي العظيم الذي يتسرب كل يوم؟ أعتقد أن مسألة النزيف الحاصل في الآثار اليمنية نزيف مستمر منذ فترة طويلة. هذا النزيف كان أحيانا ما يخف حدة، لكنه كان مستمرا طوال الفترة الماضية. الناس تعاملت مع الآثار على أنها مجرد لقى ومجرد كنوز يجدونها في باطن الأرض، وبالتالي هم من يملكون الحق في التصرف بها، وهذا كان انعكاسا لسياسة عامة. لا يدرك هؤلاء أن كل هذه القطع الأثرية هي أصولا إنتاجية في ما يعرف بالأصول الثقافية للبلد، وهذه الأصول هي أصول إنتاجية بشكل عام، والمتاحف هذه عبارة عن مؤسسات إنتاجية تحفظ أولا لها أكثر من بعد، غير البعد الاقتصادي هنالك البعد التاريخي، هنالك تعزيز الهوية والأبعاد الأهم فيها، سواء كان في البعد الجمالي أو في الأبعاد السياسية والاجتماعية وتأصيل حياة الناس، وبالتالي المعرفة أيضا وهي الأهم، معرفة التاريخ من مروا هنا، كيف تعاملوا مع الأرض، ما هي قوانينهم، ما هي كتاباتهم، ماذا خلف هؤلاء، وكيف تعاملوا سواء مع البيئة أو مع الأرض الزراعية أو مع البحر أو علاقاتهم. كل هذه المسألة مسألة متشابكة ومترابطة جدا. نعم، لكن اليوم نحن أمام حالة استنزاف ربما كانت هي مستمرة طوال الفترة الماضية. استوطنت المعسكرات أغلب القلاع الجبلية، وهذه القلاع هي إما كانت قصورا للحميريين أو حصونا سواء لهم أو للأوسانيين أو للقتبانيين أو للدولة الحضرمية أو لغيرها، وأيضا استوطنت المؤسسات الحكومية بعض المباني التي كان يجري ترميمها بين فترة وأخرى. أيضا جرى السطو على مساجد بحجة التوسيع والترميم، في حين المفترض أن تكون هذه المؤسسات التي يزيد أعمارها عن 200 عام مثلا لا يمكن ترميمها إلا بإذن من وزارة الثقافة. نعم. أولا قبل الحديث أستاذ عبد الهادي، نعم، مع أهمية النقطة، مع أهمية النقطة التي ذكرتها، يعني التي يتم إعادة ترميم للأماكن الأثرية والسياحية في اليمن، لكن ربما النقطة الأبرز وهي تهريب الآثار اليمنية إلى خارج اليمن، خارج النطاق الجغرافي لليمن، وربما هذا المشكلة الأساسية.
هؤلاء الذين نسميهم لصوص الآثار أو تجار تهريب الآثار، هل تعتقد بأن درايتهم الكافية بقيمة هذه الآثار هي من جعلتهم يستغلون هذا الإرث الكبير ويتاجرون به، أم هو جهل جعل الحاجة المادية لديهم هي من تبيع هذا التراث وبأرخص الأثمان؟ بالنسبة للسواد الأعظم من الناس، المسألة ترتبط بالحاجة المادية من جانب، ومن جانب أساسي وعدم إدراك وعدم وعي، وهذا تتحمل الوزارة والجهات الموجودة في البلد، وأيضا الفئة المثقفة بشكل عام ووتيرة الوعي والثقافة الوطنية إجمالا تهمل هذا الموضوع بشكل أساسي. لكن هنالك جماعة منظمة تقوم بتهريب هذه الآثار، تعرف قيمتها، تعرف بعدها التاريخي، تعرف أسعارها أيضا في الأسواق الدولية، وهي تشتريها من الداخل بأسعار زهيدة جدا وتبيعها، ولديها طرق وأساليب لتهريبها إما عبر البحر أو عبر حتى المنافذ الجوية. كانت تهرب بشكل رسمي عبر الموانئ الجوية، أي عبر المطارات، وهذه برغم وجود شرطة آثار وشرطة قوية كانت ترتفع وتيرتها وتنخفض، لكن كانت هنالك شخصيات نافذة خلف هذه العملية. أعتقد أن هنالك منظومة كبيرة من الفساد القائم، هو فساد ثقافي قبل أن يكون وأخلاقي، قبل أن يكون فسادا مالي وعبث. هنالك إشكالية في الهوية الوطنية وفي الثقافة الوطنية، والآن نحن في أتون حرب، وهذه الحرب عدت إلى نهب متاحف، إلى تدميرها، إلى أيضا السطو على بعض المناطق الأثرية في الداخل بالبناء والتجريب. قبل الحديث أستاذ عبد الهادي، نعم قبل الحديث عن المرحلة الحالية وهي يعني ما بعد الانقلاب والحرب، بعد أن أصبحت البلد بهذا الضياع، ربما تسرب الكثير من القطع، لكن ربما كان هناك أيضا تهريب ممنهج للقطع الأثرية ممن هم كانوا ربما مسؤولون عن هذه القطع الأثرية، وكانوا يعني من رجالات الدولة، وكما أيضا ذكرت ضمنيا في كلامك أن هناك من لا يوجد لديهم أي مسؤولية أمام هذا الإرث ويتاجرون به. كان هذا التهريب في أيام وجود الدولة، كيف سيصبح الآن ربما مع الانقلاب ومع أيضا وجود الحرب وعدم وجود دولة هي من تتابع وتراقب؟ وربما ظهر ذلك جليا بآخر ما قاموا بتهريبه اليهود، مخطوطات لها مئات الآلاف من السنين وهربوها خارج اليمن. بالنسبة لهذا الجانب، نحن الآن في حالة مشاع، وما يخدمنا أن عدد المطارات التي تعمل محدودة جدا، وهي كل من مطار عدن ومطار سيئون، لكن المنافذ البرية هي الإشكال. والآن الحمد لله قسم من المنافذ البرية تحت سيطرة الجيش الوطني من جانب، والمنافذ هي فقط حاليا مع المملكة العربية السعودية، وهي شبه مضبوطة. والمطارين الموجودين أيضا هنالك حالة من الضبط في هذين المطارين، لكن الفترة التي بدأت من قبل هذه الفترة هنالك تهريب متعدد، وهنالك شخصيات نافذة، هنالك أساليب، هذه منظومات لا نستطيع ضبطها بشكل أساسي. هنالك أطرافا تسعى إلى تدمير هذا الإرث التاريخي، ربما لأهداف سياسية واجتماعية واقتصادية، تلتقي كل هذه المسائل. والهدف الأكبر هو أن البعض يبحث عن كتابة تاريخ أبائه وأجداده، في حين الآخرين داخل هذا الوطن يدمرون حضارة دول وحضارة شعب بأكمله، بدون وعي، بدون إدراك، بدون عملية استحضار لهذا التاريخ. حتى وإن استحضر، يستحضر من باب المناكفة السياسية، لا يستحضر من تاريخ ما علاقة أجدادك بهذه الأرض وكيف تكيفوا معها، ما هي آثارهم، ماذا أنتجوا من قيم ثقافية طوال الفترة الماضية. نحن نعاني حالة استنزاف مهولة، ونعاني، وهو جزء أساسي فيما نسميه بضعف الهوية الوطنية. نعم. هنالك ضعف انتماء، هنالك ضعف انتماء للأرض لجهلنا بهذا الجانب، ولعدم تسليط الكتابات في هذا الاتجاه. أيضا في الفترة الماضية كانت الميزانية العامة لوزارة الثقافة ربما لا تكفي لميزانية قسم شرطة أو أقسام شرطة في مدينة من المدن الكبيرة في العالم. نعم. في حين هذه كانت ميزانية لوزارة خلفها خمس هيئات، وهذه الهيئات هي خطيرة جدا في أدائها وفي عملها، سواء من هيئة الكتاب أو هيئة الآثار أو أيضا هيئة السينما والمسرح وأيضا الملكية الفكرية وغيرها. اليوم يسرق التراث ببعديه،
المادي ولا مادي بصفتي وكيلا للتراث اللامادي، ولست وكيلا للتراث المادي. نعم. القطع الأثرية، فأيضا نحن نستنزف على كافة الأصعدة. في بعض المناطق تشعر أنك عند حين تقابل الناس وتسألهم عن المنطقة التي يسكنونها كأنهم مجتمعا أتى حديثا أو مجتمعا عانى فاصل ثقافي في الامتداد، لا يعرفون من هذه القياع والحصون، لا يعرفون من كان في هذه الأرض، من سكنها، ما هي آخر دولة سيطرت على هذا المكان ما قبل العصر الحديث. حتى في العصور الوسطى الناس تجهل هذه المسائل، حتى المساجد التي يرتادونها لا يدركون من بنى هذه المساجد. إذن ربما هناك عدم أستاذ عبد الهادي، يعني ربما هناك عدم معرفة وإدراك لهذا الإرث التاريخي العظيم. أستاذ عبد الهادي، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث من صنعاء الكاتب الروائي المهتم بالآثار الأستاذ وليد دماج من صنعاء. مساء الخير أستاذ وليد. أستاذ وليد مساء الخير. ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ وليد دماج من صنعاء. إذا أعود للأستاذ عبد الهادي العزيزي. أستاذ عبد الهادي، ربما الحديث الآن عن يعني معرفة الناس بالآثار وأهميتها ربما هو ضرب من الخيال على الأقل في هذا الظرف الذي تمر به البلد، لكن السؤال الآن الأهم، كيف يمكن للحكومة الشرعية أن يعني ترفع من وتيرة الرقابة حول عدم تسريب وتهريب الآثار في هذا الظرف الذي يمر به البلد؟ أعتقد أن على الحكومة الشرعية في هذا الظرف تحديداً بشكل أساسي أن توجه كل اهتمامها لضبط المنافذ الجوية والبحرية التي تسيطر عليها، وبالتالي أيضا أن تتم هنالك حملة توعية على الأقل في مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا في كل الوسائل المتاحة والممكنة والإعلام للحفاظ على هذه الأصول الإنتاجية. وأنا أقول أيضا في الأخير نحمد الله أن قسم كبير من آثار اليمن ما يعرف ما قبل الإسلام أو العصر القديم أغلبها لا زالت تحت الأنقاض وتحت الأتربة أو لم تستكشف بشكل كامل، وبالتالي هي محفوظة بسبب عجزنا وجهلنا أولا هذا قسم، والقسم الآخر أننا محتاجون حملة ضخمة أولا على مستوى الداخل، وهي ليست مسؤولية الحكومة فقط وإنما مسؤولية منظمات المجتمع المدني على رأس الأحزاب النقابات الجماعات الأخرى، على الشعب اليمني إذا أراد فعلا أن يثبت ما مدى انتمائه وولائه أن يحتفظ بتاريخ آبائه وأجداده. هذه التماثيل هي لآبائهم ولأجدادهم، وهذه المعتقدات وأيضا ما نسج من كل ما هو قائم من المتروكات المادية هي لهم، وبالتالي هم يبيعون آبائهم. نعم. بالنسبة لمن يبيعون هذه القطع الأثرية هو يبيع نفسه، يبيع وتاريخه وأرضه. نعم. أباه بشكل أساسي. نعم. أستاذ عبد الهادي، هناك حديث يعني ربما يعني يتحدث الكثير بأن الميليشيا لديها يعني عمل ممنهج لهمس الهوية الوطنية، لهمس التراث اليمني، ربما متورطون بعصابات كبيرة جدا في تسريب الآثار وطمس الآثار، وربما خير شاهد العمليات التي تقصف بها ربما آثار لها تاريخ طويل ولا تأبه لهذه الآثار. لماذا تعمد الميليشيا على طمس الهوية الوطنية بالدرجة الأولى؟ لأنها تسعى إلى خلق جماعات تابعة، إلى خلق نظام قطيعي، إذ لا تاريخ سوى هذا التاريخ. مع الأسف الشديد الدويلات التي تداولت على اليمن وبالذات الدويلات الأئمة كانت تعمل على طمس حتى أسماء من كتبوا من بنوا مساجدا، كانت حتى عملية الترميم والتوسيع تعمل على طمس أسماء هؤلاء، وأيضا تغيير في بعض المعالم والملامح. مثلا ما شاهدته أنا في تعز أثناء الفترة من عام 2011 وما تلاها، كانت تقصف المدينة في الفترة الماضية من معسكر خالد بن الوليد، وهي كجزء من الرمزية التاريخية يجري تشويه هذا الرمز في التاريخ العربي الإسلامي، وأيضا كانت تقصف من منطقة الجند وهي لها دلالاتها باعتبار أن هذه المنطقة هي التي شهدت بناء أول مسجد من المساجد الإسلامية في تعز. أيضا استهدفت قلعة القاهرة بشكل شرس، وكان استهدافها
منظم لتاريخ الدولة الرسولية التي أنشأت هذه المدينة، إلى درجة أن بعض القذائف سقطت باتجاه جامع أو مدرسة الأشرفية نسبة إلى الأشرف الرسولي، وأيضا باتجاه جامع المظفر نسبة إلى الملك المظفر. ويجري استهداف منظم، هنالك حالة من الاستهداف التاريخي المنظم لهذه المناطق. أيضا تم التحصن في أكثر من مكان من القلاع والحصون في على قمم الجبال بهدف أن تتعرض إما للقصف والضرب. وكان الخطأ الكبير الذي ارتكبته الجمهورية منذ عام 62 وما تلاه أن تحولت كل هذه المناطق الجبلية إلى معسكرات وبالتالي دمرت. اليوم هنالك حالة نبش وحالة تدمير في المواقع الأثرية والمعالم الأثرية، هنالك حالة سطو، هنالك حالة بناء فوق هذه المناطق. أنا عبر القناة أوجه الدعوة إلى الإخوة مدراء المديريات وإلى الوجهاء في كل المناطق، نقول لهم فقط كلمة واحدة: حاولوا، حافظوا على تاريخ آبائكم في هذه المنطقة، لا تصبحوا مجاميع لا امتداد لها، ولا تصبحوا مجذوعين من تاريخكم وتجهلون تاريخ مناطقكم بشكل عام. حافظوا على كل أثر موجود في هذه المناطق، لأنه حالة إثبات وجود لكم أنتم أولا قبل أي شيء آخر، وهي أصول إنتاجية باعتبار أن قسم من السياحة يقوم على هذا الجانب، وبالتالي هي يمكن أن تتحول إلى عمل بالتأكيد. وهم من سيجنون بالدرجة الأولى، نعم، وهم من سيجنون بالدرجة الأولى، ربما خير هذه الآثار إن حافظوا عليها واهتموا بها. نعم أستاذ عبد الهادي، اسمح لي أن أنتقل إلى صنعاء مع الكاتب والروائي المهتم بالآثار الأستاذ وليد دماج من صنعاء. مساء الخير أستاذ وليد. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ وليد. في البداية، أنت من وجهة نظرك العوامل التي ساهمت بشكل مباشر إلى تهريب الآثار وتسريبها من اليمن ما هي؟ أعتقد أن عملية إهمال الآثار وسهولة تهريبها في اليمن ليست وليدة حتى هذه الفترة القريبة السابقة. الآثار اليمنية مندثرة أو مهددة بالسرقة وبالتهريب منذ فترة طويلة جداً. نعم. وربما أنه لو تتبعنا تاريخ البعثات الأثرية التي زارت اليمن، سنجد بأنه بالفعل كثير من الآثار والمعالم أو القطع الأثرية الهامة والمخطوطات قد سربت منذ فترات طويلة من قبل ثورة سبتمبر، وأيضا نتج عن هذا التهريب أو عدم الوعي بأهمية الآثار وبأن هذه الآثار هي وعي وهوية وتاريخ هذا البلد، إلى تشتت حتى في الفهم التاريخي والأحداث التاريخية لهذا البلد. اليمن ثروة كثيرة جداً. نعم أستاذ وليد، معذرة على المقاطعة. المتورطين بالدرجة الأولى من خلال متابعتكم وربما من فترات سابقة حتى قبل الحرب الآن في تهريب الآثار وبيعها ويعني الاتخاذ منها تجارة لنقل كل الإرث التاريخي لليمن إلى خارج الإقليم وإلى خارج الجغرافيا اليمنية. أعتقد بأنه كثير من الاهتمام كان موجه إلى الآثار اليمنية لسبب بسيط. نعم. وهو عدم وجود حماية حقيقية للآثار في المناطق الأثرية الهامة، مثلا مثلث شبوة، مارب، الجوف، هي من أهم المناطق الأثرية في البلاد. إذا عرفنا بأن هذه بالفعل تمثل تاريخ اليمن ما قبل الإسلام، ولكن يعني نتيجة لظروف كثيرة وعدم وجود الدولة بشكل كافي في هذه المناطق أدى إلى بالفعل إلى عملية سهولة التهريب. الأهالي استفادوا في تلك المناطق، استفادوا كثيرا من عدم وجود ضابط قانوني ودولة تفرض عليهم الحفاظ على تلك الآثار في مناطقهم. وكما نعرف مناطق كثيرة ومدن يمنية هامة قديمة تم نهبها وتسريبها بشكل واضح، وشاركت حسب ما أعلم يعني عصابات كبيرة للتهريب. يعني ربما حسب ما سمعنا بأن هنالك كثير من الشخصيات البارزة كانت مساهمة في هذه
في هذه الصعوبات التهريبية. نعم. أعتقد بأنه عدم قيام الدولة بواجبها خلال فترة طويلة لا نستطيع أن نحمل فترة معينة على فترة أخرى. نعم. أيضا يعني الحرب التي دارت في اليمن منذ فترات طويلة، حرب المناطق الوسطى وما قبلها وحرب الثورة ثورة سبتمبر، والآن هذه الحرب أدت إلى تدمير وسهولة سرقة وتهريب الكثير من القطع والأثرية، بالإضافة إلى ما يحدث الآن من محاولة للتدمير لكثير من المواقع الأثرية في المناطق التي تنشق فيها الحرب. نعم. طيب أستاذ وليد تكرم بالبقاء معي، وأيضا الأستاذ عبد الهادي العزعزي. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة آراء عن الآثار اليمنية ومشكلة تهريبها والاتجار بها، وأيضا علاقة الميليشيا بإزدهار جرائم النهب والسطو خلال هذه الفترة. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. نهب الآثار في اليمن، هي هذه النسخة تكررت في ما فعلته ميليشيا الحوثي والمخلوع بنهبها للآثار، وأبرزها ما تم تهريبه إلى ما تسمى بإسرائيل الكيان الصهيوني من النسخة، نسخة التوراة، هي تعتبر امتداد لنهب ثروات الأمة وأيضا نهب للتراث وللتاريخ. منذ سبتمبر 2014 بعد الانقلاب الميليشياوي على الشرعية، مثلت البيئة مثلت يعني كبيئة خصبة لتهريب الآثار. أول ما دخلوا صنعاء سطوا على المتحف الحربي، نتذكر جيدا كانوا يتجولون بالسيارات التي كانت في المتحف، نهبوا كل شيء في متحف الران في ذمار، نهبوا محتوياته ووضعوا فيه أسلحة، ثم تحققوا بعده بأن الطيران ضرب المتحف. لا ننسى أيضا أنهم هربوا خلال الأشهر القليلة الماضية أكبر آثار، وهي النسخة الوحيدة من التوراة، وأوصلوها إلى المحتل الصهيوني الذي يزعمون في شعارتهم أنه اللعنة على اليهود أو الموت لإسرائيل كما يزعمون. بالعودة إلى الفكر إلى الموروث الثقافي للميليشيات الحوثية، هناك محاولة للطمس كل ما هو متعلق بالحضارة اليمنية القديمة، باعتبار أن الميليشيات الحوثية والفكر الحوثي والفكر السلالي هو طارئ على الشعب اليمني، فمنذ وصولهم يعني عبر آلاف السنين حاولوا طمس كل ما هو متعلق بالحضارة اليمنية، ووجدوا في ذلك طريقا لتثبيت دولتهم، طريقا لتأصيل جذورهم في اليمن. شريف بيحان قبل ما يقارب 100 سنة سهل للحامية البريطانية وللقائم على الحامية البريطانية الدخول إلى مأرب لنهب كل ما هو موجود في لنهب كل ما هو موجود من آثار في مدينة مأرب. اقتحمت ميليشيات الحوثية العاصمة صنعاء وأسقطت مؤسسات الدولة، ذلك أتاح لها نهب الكثير من ممتلكات ومقدرات الشعب اليمني، وفي أولويات هذه الأشياء التي قامت بنهبها التراث والتاريخ والآثار اليمنية، واليمن يمتلك ثروة كبيرة من التراث ومن الآثار، فكانت تارة تنهب المتاحف وتنهب الآثار، وتارة أخرى تتحصن داخل هذه المناطق الأثرية وتجعلها عرضة للقصف والتدمير، وتارة أخرى لاحظناها تفجر وتدمر هذه الآثار والمناطق التاريخية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا معكم وأعود إلى عدن مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، إذا تحدثنا عن نسبة للآثار التي قد سربت من اليمن وتم تهريبها خارج اليمن، هل لديك أي نسبة معينة رصدتم من خلالها ما تم تهريبه وتسريبه من الآثار في اليمن؟ لا أعتقد أن لدي نسبة أو لدى الجهات الرسمية نسبة، لأن هذه الموجودات هي عبارة عن لقى يومية يتم وجودها في المناطق الأثرية التي تظهرها إلى السطح، مع عملية الحفر والنبش التي يمارسها المواطنين، أو أيضا الأمطار والتغيرات الجغرافية التي توجد هذه القطاع، وهي في الغالبية إما أجزاء مدفونة أو غيرها. لكن أيضا هنالك حملة تمت مرت على المساجد طوال 20 سنة الماضية، سحبت قسم كبير من المخطوطات. الناس بحكم البنيات الريفية كانوا يتركون قسما من هذه المخطوطات، بالذات ما هي مرتبطة بالعصر الإسلامي، كانت أغلبها في المساجد وتم نهبها من بعض المساجد، وهذه سربت إلى خارج البلد. تم تجميع
كل العملات حتى العملات الفضية أو العملات النحاسية أو غيرها، وتم تهريبها إلى الخارج. وربما كان يعزو هذا الجانب عامل أساسي أنه لا توجد هيئة أو صندوقا لشراء هذه القطع وبأسعار تعتبر إلى حد ما على الأقل مناسبة لمن يملكون أو يجدون هذه القطع ويريدون بيعها. ومع الأسف الشديد هناك صندوق يتبع وزارة الثقافة، لكنه في الفترات الأخيرة تحول إلى صندوق للإعالة الاجتماعية لأكثر من 800 الذين كانوا يتقاضون من هذا الصندوق. وأيضا ميزانية الوزارة تآكلت بشكل عام من عام 2005 إلى ما عام 2011، إذ كانت مثلا ميزانية وزارة الثقافة 4 مليار ريال يمني، فتحولت إلى حوالي مليار و400 مليون، أي أنها الوزارة الوحيدة التي تتحرك إلى الخلف. نعم. برغم حاجتنا الشديدة إلى أن تكون مع هذه الوزارة ميزانية كبيرة بحكم حجم الموروث الكبير الذي نملكه. وهذا الموروث يمكن أن يكون أحد أهم الأصول الإنتاجية في حالة قيادة الهادي اقتصاد اجتماعي في البلد. نعم، هل يمكن لسعد عبد الهادي استعادة الدولة على الأقل إذا يعني بعد استقرار وعودة الدولة، هل يمكن استعادة ولو يعني نسبة من هذا التراث وهذه الآثار التي هربت خارج اليمن، أم أصبح غير ممكن؟ ما هو معروض في المتاحف الدولية وفي الجهات الرسمية يمكن استعادته، بالذات تلك القطع التي كانت في المتاحف وهي قطعا مسجلة لدى الوزارة، ما تم تسجيله وتم رصده يمكن استعادته في أي مكان من أي أسواق تعرض فيه، أو أيضا من المتاحف الدولية. استعاد الإخوة المصريين مجموعة كبيرة من القطع الأثرية الخاصة بهم، ويمكن أن نستعيد قسم أيضا إما بشكل مباشر عبر التفاوض مع هذه البلدان أو الجهات التي تملكها إذا كانت جهات حكومية أو غيرها، أو يمكن أيضا شراء قسم من هذه المعروضات إن كانت في بعض الأماكن والأسواق. ويمكن أيضا أن نحافظ على ما هو موجود ونعمل على إعادة تجميعه وبالتالي تقييده وأيضا حفظه بطريقة معينة وبأماكن معينة والتحريص في أماكن تواجده وبناء ثقافة وطنية. أعتقد لو أننا تذكرنا ما كان يحدث أثناء 25 يناير في مصر عندما بدأت المسألة تقترب إلى المتحف، كيف تحرك الشعب المصري لحماية المتحف الملاصق لميدان التحرير في جمهورية مصر العربية. نعم. وحالة الوعي التي تواردت إلى هذا الشعب، في حين لدى الجميع هنا لديهم الاستعداد لأن يكون أول مكان يسرق وينهب هو المتحف. ومع الأسف الشديد سوف تجد قيادات عسكرية وقيادات مدنية وقيادات ثقافية مشتركة في هذه المسألة. هنالك نوعا من الثقافة الدولية. نعم. التي يتعامل بها المواطن اليمني مع آثاره، هو يعظم آبائه وأجداده في الكلام، لكن في الناحية العملية هذا عندما يسعى إلى البناء أول من يهدم يجري هدم بيت جده. نعم. وربما جده الرابع والخامس كي يبني بيتا جديدا، وهذه حالة من التنكر لأبيه، فما بالك لدولة وسلطات. نعم. أخرى. علينا إعادة النظر في المنظومة الثقافية لنا إجمالا، علينا إعادة النظر في أيضا في أنظمة التعليم وفي. نعم. مناهجنا التعليمية، وكيف يمكن أن نقوم ببناء ما نسميه باستراتيجية ثقافية عامة داخل البلد. وهذا ربما من أهم العوامل. نعم أستاذ عبد الهادي، هذا نعم ربما من أهم العوامل التي هي من واجبكم إن شاء الله بعد عودة الدولة إن شاء الله واستعادتها، وأنت وكيل الوزارة من الأولويات التي لابد أن تعملوا عليها حتى يعرف اليمنيون بقيمة هذه بهذا التراث ومدى الحفاظ عليه وأهميته. اسمح لي أن نعود إلى صنعاء مع الأستاذ وليد دماج. أستاذ وليد، من خلال متابعتك أيضا لتهريب الآثار في اليمن، ربما يعني أهم أبرز القطع الأثرية أو المخطوطات أو الرؤوس النحاسية أو قطع ذهبية تم تهريبها من اليمن، هل لديك أي معلومات بهذا الجانب؟ رصدت أي يعني معلومات في هذا الصدد؟ أنا أحب أن أعقب على كلام الأستاذ عبد الهادي العزعزي أولا. نعم. لأنه بالفعل نحن بحاجة إلى وعي وثقافة كبيرة وتضافر كل الجهات، لأنه قضية تهريب الآثار وقضية الاهتمام بها حتى الموجودة الآن يتم يعني تندثر وتتدمر ولا يوجد أي اهتمام حقيقي بها. ميزانية وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها وصندوق التراث لا يوازي حتى 1% من موازنة الدولة كانت في السابق.
فالثقافة وفكرة التراث والآثار هي في أدنى سلم الاهتمام لتقريبا معظم الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ فترة طويلة. نعم. بالنسبة للقطع أنا يعني الأثرية المهربة أعتقد أن هناك الكثير من القطع الأثرية المهربة. نعم. لا أستطيع أن أحصرها بشيء معين لأني لا أملك معلومات موثقة، لكن أقول بأنه أيضا المخطوطات التي تهرب هناك كثير من الاهتمام. أنا أعتقد بأنه المتاحف الوطنية في اليمن لم تجرد منذ فترة طويلة، وعملية يبدأ تتطلب أيضا وتوثيق القطع الأثرية جهد كبير. قام صندوق الاجتماعي بعمل بداية لعملية التوثيق، لكنه بسبب الظروف السياسية التي شهدت البلد منذ الفترة المنصرمة لم يتمكن من استكمال هذا العمل. نعم. أعتقد بأنه يجب أن نشعر وأنه اليمن 13,000 قرية تقريبا أثرية في اليمن. الكثير من المواقع الأثرية التي لم تستكشف بعد، مناطق كثيرة وهائلة لم يتم استكشافها. نعم. أنا أعتقد بأنه أغلب الآثار اليمنية ما زال مطمورا تحت التراب، وهذا أنا في اعتقادي بأنه جيد. ما ظهر إلى السطح لا يمثل نسبة حتى 10 أو 5% مما هو مطمور تحت التراب. نعم. هناك كثير من المدن التي لم تستكشف بعد، أو استكشف منها فقط الأجزاء العلوية من المدن، أما الأجزاء التي انضمرت واندفنت فلم يتمكن حتى أستاذ وليد نابتو الآثار من الوصول إليها. نعم أستاذ وليد، هناك معلومات تقول بأن أكثر من 50,000 قطعة أثرية في المتحف الوطني إلى اللحظة لم يتم يعني ترقيمها وترتيبها وعرضها بالشكل المطلوب. هو بإمكانكم أن تتوجهوا بهذا السؤال إلى إدارة المتحف الوطني، لكن أنا أعتقد من خلال يعني عملي السابق في وزارة الثقافة. نعم. لأنه بالفعل يعني في هنالك قطع وثقت، وهنالك الكثير من القطع الأثرية التي لم توثق بعد. أعتقد بأنه يجب أن تتضافر كل الجهات المجتمعية والحكومية من أجل تغيير النظرة للقائمين على الأمر في كل الأوقات، بأنه يجب أن يتم الاهتمام بالثقافة وبالأثر. هذه هوية البلاد تندثر. محاولة يعني هذه هوية البلاد يتم تهريبها وتسريبها للخارج. يجب أنه بالفعل يتم جرد وتوثيق كافة القطاع الأثرية والمخطوطات في كافة المتاحف وكافة دور المخطوطات في اليمن. نعم. الثقافة مهمة جدا. اليمن كنز غني جدا بالقطاع الأثرية، وهنالك أيضا تسرب للموروث الذي ربما يعرف الأستاذ عبد العزيز الموروث اللامادي لليمن. نعم. اليمن تمتلك كنز من الموروث اللامادي، الأغاني والحكايات والقصص التي والأغاني الشعبية وأغاني النساء والأهازيج والزوامل وغيرها التي اندثرت او ستندثر ان لم يتم توثيقها والاهتمام بها بشكل كبير، او تم استاذ وليد او تم سرقتها وتسميتها ويعني لدول اخرى. نعم. الان نسمع كثير من الاغاني مثلا اليمنيه وكثير من القصائد الشعريه تنسب الى دول اخرى او تنتمي الى تراث اخر غير التراث اليمني. وهذا بسبب عدم وجود دعم حقيقي لتوثيق هذا التراث سواء المادي او اللامادي. مهم جدا، اليمن تمتلك ثروه كبيره وهائله من هذين التراثين، ويجب ان تنصب جهود كبيره. يعني انا اعتقد بانه لو اعطيت وزاره الثقافه نفس موازنه هيئة المشايخ أو حتى وزارة من الوزارة السيادية، لا تمكنت وزارة الثقافة وهيئاتها بالفعل من تغيير كثير من الوضع المأساوي. أشكرك. الحرب. نعم. أيضا تدمر وتقرب
وبالفعل إن لم يتم استيعاب الأطراف المتصارعة الآن والمتقاتلة لوضعية الآثار أشكرك. نعم. وعدم التمترس بها وعدم يعني وضعها في أو عسكرتها، فإنه بالفعل ستخسر اليمن أيضا. بالتأكيد أستاذ وليد. نعم. نشاطرك الرأي الأستاذ الكاتب والروائي المهتم بالآثار وليد دماغ، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام أيضا نرحب بالدكتور خلدون نعمان رئيس قسم الآثار بجامعة ذمار، مرحبا بك دكتور. ولكن قبل أن يعني أبدأ معك نتابع هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل وديع عطاء عن الآثار اليمنية ومحطات من السط واللصوصية، نتابع هذه المادة ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد وهذه المرة إلى الحديدة مع الدكتور خلدون نعمان رئيس قسم الآثار بجامعة ذمار. مع الدكتور خلدون نعمان، مساء الخير دكتور خلدون. دكتور خلدون مساء الخير. مساء النور. أهلا ومرحبا بك دكتور. إذا تحدثنا معك في الجانب القانوني، ربما ضعف التشريع القانوني في التشريع القانون اليمني هو ما جعل من يتاجرون ويهربون الآثار هو مصدر العقوبة الضعيف. مثلا ربما أكثر عقوبة هي سجن 5 أشهر ومبلغ 50,000 ريال في أسوأ الأحوال، أو سنتين إذا وجد هناك آثار ربما قد تم ترقيمها وتوثيقها. هل فعلا ضعف القانون التشريعي لمعاقبة من يرتكبون هذا الجرائم ساهم بشكل أو بآخر في تهريب الإرث اليمني من الآثار؟ بالطبع الجانب القانوني أساسي في هذه المسألة، كون القانون وهو المنظم الأساسي لأي عمليات تتعلق بالآثار سواء في حفظها أو فيما يتعلق ما بعد الحفظ والاستخراج من المواقع الأثرية والصيانة والتوثيق وغير ذلك. بالطبع القانون اليمني يعتبر من أضعف القوانين اليمنية في هذا المجال، لكن لا يتعلق الأمر فقط في الجانب القانوني في ضعف القانون، لكن حتى هذا القانون الضعيف لا يجد من يقوم بتنفيذه أو بحمايته أو أيضا بعملية تطويره. نحن الآن أمام وضع صعب للغاية فيما يتعلق بالآثار اليمنية. نعم. لدينا إشكالات متنوعة متعددة سواء كانت في الجانب القانوني أو أيضا في الجانب الجهات المعنية بحماية الآثار أو أيضا الجهات المساندة مثل الجهات الأمنية أو أيضا الجهات الإعلامية أو غيرها.
لدينا في اليمن حاليا شبه فقدان لمعرفة أهمية الآثار أو نقول عكس ما يجب. نعم. ما يتعلق الآن بأهمية الآثار، جميع المواطنين اليمنيين صاروا يعرفون تماما أن الآثار مهمة، لكنهم لا يدركون تماما أن أهمية الآثار تتعلق بحفظها وصيانتها وإعطاء والقيام بأعمالها من خلال المتخصصين الأثريين، وإلا ما يعتقدون أنها تلك الأهمية تتعلق بما يمكن أن تعود إليهم بالأموال وغيرها من كنوز وغيرها. نعم. وهذا السهم مغلوق لأهمية الآثار. هناك في أهمية أثرية وفي أهمية مادية. نعم. هناك أهمية أثرية لهذه القطع الأثرية من خلال أنها تعتبر الواجهة الأساسية والدليل الأساسي لحضارة الشعب يمتد لآلاف السنين، بينما ما يروج له حاليا إعلاميا وغير ذلك بأنها ذات أهمية مادية. وهنا في ظل الحروب وفي ظل انفلات الدولة وفي ظل أيضا الانفلات الكبير الذي حادث في الوقت الحاضر، صارت الوجهة الأساسية لكثير من الناس هو محاولة الحصول على القطع الأثرية، سواء من خلال استخراجها من المواقع الأثرية التي هي بعيدة عن أهلها والدولة أو بعضها تكون قريبة أيضا، لكن السلطة القائمة حاليا لا تستطيع أن تحرك شيئا. هناك تقريبا يوميا أو بشكل أسبوعيا يتم تعرض علينا بعض القطع الأثرية من بعض الأشخاص الذين لم يكونوا لهم أي علاقة بالأثر لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما في الأمر أنهم قاموا بنهبها أو يقولوا بالحفر عنها في مواقع أو في قراهم. نعم. ثم يبحثون عن من يقوم بشرائها وأيضا يبحثون عن دكتور خلدون اسمح لي في الوصول. نعم. نعم دكتور اسمح لي في نقطة ربما في غاية الأهمية، القطع الأثرية التي تملكها أسر، هل فعلا لها الحق بملكيتها والتصرف بها، أم ربما يعني فسر لنا هذه النقطة، هل لهم الحق في ذلك بيعها التصرف بها الحفاظ عليها، أم هو حق عام في القطع الأثرية التي لها دلالة تاريخية عريقة؟ حسب القانون لا يسمح لهم ببيعها، يسمح لهم بالحفاظ عليها وبالاحتفاظ بها. القانون لا يمنع أي مواطن يمني بإنشاء متحف خاص به، لكن هذا المتحف يجب أن يكون خاضع لرقابة الدولة وليس هكذا. يعني كل ما أي متحف يكون سواء خاص يجب أن يكون خاضع لرقابة الدولة من حيث توثيق القطع الموجودة فيه وتصويرها، بحيث أنه يتم مراقبتها عبر فترة زمنية لاحقة حتى لا تتسرب أي قطع الخارج. نعم. لا يحق لأي مواطن قانونا بيع أو ترويج لأي قطع أثرية، لكن ما يحدث عكس ما هو في القانون، ما يحدث شيء معاكس تماما. القطع الأثرية تباع وتروج في داخل أسواق صنعاء نفسها في العاصمة. نعم. فما بالك في بقية المحافظات. الشيء الآخر أن المواقع الأثرية الهامة بالذات الشريط الحديدي اللي يتعلق بمناطق الجوف مارب شبوة مفتوحة تماما على الدول الجوار، وهناك مئات بل لا أستطيع لا يوجد إحصائية واضحة، لكن نعرف تماما أن هناك العديد من الأشخاص في خارج تلك الدول يملكون متاحف تصل إليهم قطع تخرج بكل بساطة. نعم. لا أستطيع الآن قول أن المنافذ مغلقة، بالعكس المنافذ مفتوحة على مصراعيها. بالتأكيد هناك فعلا عدم رقابة كافية دكتور خلدون، وأنا كنت أتمنى أن تكون معنا من وقت أطول لكن للأسف وقت الحلقة انتهى. أشكرك جزيل الشكر رئيس قسم الآثار بجامعة الدمار الدكتور خلدون نعمان على مشاركتك معنا. وعودة أخيرة بسؤال أخير لضيفي من عدن الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، إذا الأهم السؤال الأهم الآن، كيف يمكن أن تقف الدولة أمام أي تهريب جديد؟ وفي نص دقيقة إذا تكرمت أختم بمنك. يجب أن تصدر توجيهات صارمة إلى المنافذ الحدودية التي تحت سيطرة الشرعية أولاً، والمنافذ الجوية بضرورة منع تهريب أي قطعة أثرية مهما كانت أو إخراجها في هذه الفترة خارج البلد. والجانب الآخر يجب الضغط على قيادات المقاومة وأيضاً المحافظين والأشخاص الذين يوالون الحكومة الشرعية في أغلب المناطق بمنع أي عملية تنقيب أو الاقتراب من المناطق الأثرية أو أي وحماية ما أمكن من هذه المناطق، واعتبار الاقتراب منها سواء كان عسكرياً أو غيره جريمة. هذا الحل المؤقت الآن، لكن الحلول طويلة الأمد تحتاج إعادة النظر في الموازنات. لو كان لنا وزارة الثقافة واهتماما بالقضية التاريخية والأثرية ما وصلنا إلى هذه الحرب التي نحن فيها الآن. نعم. هذه العملية منظمة، حتى القانون الذي تكلمت عن هذا القانون في الأصل عدته جماعة معينة بأهداف محددة. أقول أننا في وزارة الثقافة ربما من كل 10 قضايا نرفعها فيما يخص الآثار لا نكسب قضية واحدة، أي واحد من 10 من تلك القضايا، في حين المحاكم تحكم لصالح المواطنين.
وكل مرة ونحن ندفع بدل عن هذه القضايا التي نرفعها في مقابل استعادة قطاع أو غيرها من المسائل المرتبطة بالمخطوطات والآثار. أشكرك. هناك حالة من المشاعية يجب إعادة النظر في هذه المسألة بشكل كلي، وإذا ظلت وزارة الثقافة بالميزانية السابقة وبعملها السابق فهي ليست سوى هيكل موجود في حين عبارة عن كما يقال فيل بأرجل أرنب لا يستطيع الوقوف ولا الحركة، وبالتالي أشكرك أستاذ عبد الهادي. نحن بالتأكيد نقدر فعلا الإهمال الكبير الذي عدم يعني أولى وزارة الثقافة والميزانية الكافية التي تجعلكم تتحركوا وتتابعوا وتوثقوا وتهتموا بالحفاظ على الآثار في اليمن. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الثقافة للتراث اللامادي الأستاذ عبد الهادي العزازي، كنت معنا عبر السكايب من عدن. مشاهدينا الأكارم، لم يبقى في ختام الحلقة لن أشكر ضيوفي الأكارم أيضا. كان معنا من دمار الدكتور خلدون نعمان رئيس قسم الآثار بجامعة دمار، وكذلك الشكر للكاتب الروائي والمهتم بالآثار وليد دماج، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وأيضا مخرج البرنامج الزميل عيسى إسماعيل، وكل الطاقم الفني. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقات جديدة من بين قوسين. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.